هذا هو يستمر الإقبال على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ضمن الحملة الوطنية للتطعيم حيث أعلنت وزارة الصحة عبر قنواتها الرسمية ارتفاع عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح يصل عددهم حتى مساء الليلة الماضية إلى 312.104 أشخاص كما أظهرت إحصائية وزارة الصحة أن عدد من تلقى اللقاح بجرعتيه وصل حتى ليلة أمس إلى مئتين وثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرين شخصاً.